الصبورة تشوف من عنده اللي تريده انت، حتى يعني افكارك تكون متجانسة، تسحب صورة تبدلها مقطع صوت كله بهاي الصبورة هنا، هاي الشاشة بصفك اي شيء تضغط عليه راح تطلع هنا، حتى يعني تنزل المونتاج ينزل للحقل الجو، ما نزلت للشريط هذا نزل بالحقل اللي انت راح تمنتج عليه، هذا المكان اللي انت هاي ساحتك. اللي شفتوا شنو في جوه وقلنا خطين، هذا الخط الفوق هو المعلومات الخام اللي عندنا، هذا هنا راح يصير الشغل.